السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وخصوصا الحاله النفسيه ديالكم تكون مزيانه على هذا الشيء اللي كيوقع هاد الايام هذه. الله يستر يا ربي. شفت بزاف ديال الناس للاسف ما داوش موضوع بجديه، داوه بحال ضحك بحال تفليه، شيخات كيخرجوا يغنيو بالضحك، الناس كيعملوها نكات. يعني ما للاسف حنا في المغرب كنديو كلشي ضحك بحال موضوع بحال هذا جدي فريمون، وموضوع فريمون فيه تقدر تخسر الحياه ديالك، وماشي غير راسك، يعني تقدر كتشكل على الحياه على العائله ديالك كامله الخطر ولا ديتي هادشي بالضحك، حتى هادشي فريمون ماشي ضحك. للاسف كاينه بزاف ديال الناس عندهم بزاف ديال المتابعين ما كيواعيوش الناس اللي متابعينهم، بالعكس كيعملوها ضحك وتفليه وغنى والدنيا هانيه وخرجوا وسلموا. نو راه هذا موضوع فريمون جدي، فريمون هذا الموضوع هذا راه خطر بزاف علينا وعلى الناس اللي ساكنين معانا وعلى الناس اللي كيعرفونا وكل شيء. ما تخرجوش من الديور ديالكم، ما خاسرين والو، ما نخرجوش من الديور ديالنا، ماشي شي حاجه زعما مثلا صعيبه. نتوما في الدار ديالكم، كاين الانترنت، كاين التلفزيون، كاين وليداتكم معكم العائله، يعني ماشي في الحبس والله الله يستر بحال شي حاجه بحال هكذا. بالعكس راه هادشي وقايه ليكم نتوما ووقايه الناس اللي ساكنين معكم ولا كيعرفوكم. ولا تا ولا خرجتوا مثلا وقت الحاجه تاخرتوا ولا شي حاجه، ما تسلموشي، ما تدرعوشي حتى باليد، ما تسلموشي، ما تحاول ما تديوش هادشي بالضحك. راه شفت بزاف الناس داوها بضحك، راه هادشي ماشي ضحك، راه بزاف الناس ماتوا. ما خصناش نوصلوا حنايا خصوصا في المغرب، ما خصناش نوصلوا النيفو ديال الموتى بحال اللي وقعت في ايطاليا ولا في الصين ولا في فرنسا. دابا هما طالعين واسبانيا، يعني بزاف هادشي بزاف، وما خصناش حنايا في المغرب يوقعنا هادشي. راه نتوما عارفين حنايا في المغرب شنو عندنا، ما عندنا لا الصحه بحال الناس لا لي زوبيتو بحال الناس، يعني خصنا نردوا بال بزاف. راه فرنسا وفي اسبانيا وفي ايطاليا اللي عندهم الصحه ولي زوبيتو فحال الناس وهكذا، كل الناس قواروا عليهم مجبرون ما يعملوا، شي ناعس في الكولوار، شي ناعس وكيشوفوا اللي كيستاهل الحياه اكثر من هذا. راه في ايطاليا وفي اسبانيا ديجا حتى هما كيعملوها، اللي كبير كيجولوا له ديك التنفس، كيقول يعني نعطيو الفرصه للناس اللي كيكونوا اصغر سنا. يعني ردوا بالكم من هادشي، ردوا بالكم، راه حتى ولا جا حنا حتى ادانا في المغرب راه غادي نقرضوا في 5 ايام، حتى راه بنادم هذا كيلصق في هذا حتى الجوامع شدوهم. يعني بنادم كيقول لك لا علاش هادو الجوامع كيصليو قدام الدار قدام الجامع ملصقين بعطيتهم، وياه هو اصلا الفقي ما كيقول ما كيقدم كيقول لكم صلوا في بيوتكم ديال الجامع. شفت الناس حتى في طنجه كاع شفتهم العماريه ماشيه في الزنقه، هما ماشي موراها ما مسوقينش ما والو، زعما عادي، والناس جالسين في ديك في الربيع جالسين قدام بعطيتهم كيتهاودوا، زعما عادي. حنا خصنا نعملوا حاجه، سي ان كومبا كونتر لو فيروس، يعني خصنا نكونوا حنايا عم بحال عاملين حرب عليه. ولا بقيتو كتستهونوا هيدا براسكم راه ما غادي يوقع حتى شي حاجه. الله يرحم باباكم بنات لي في اللي متبعيني، سيتوبلي ما تخرجوش من الدار ديالكم، باسكو هادشي والله العظيم لا خطر. انا النهار اللي سمعت هادشي بصراحه ما خرجتش من الدار، غير في الدار، يعني حتى ولا خرجت غادي نخرج للحاجه، يعني ولا خرجت نتسخر صافي. انا النهار اللي وقع هادشي في بلجيكا، احنا بلجيكا ما عندناش الحالات بزاف، ما عندناش يعني حتى الدرجه ديال ايطاليا وديال اسبانيا. بحق هما شنو نعملوا هنايا بلجيكا، غير وصلوا غير شتيتو ديال الحالات شدوا وقفوا العيال المدرسه والخدمه، بزاف ديال لي ريستورون لي كافي اللي كيكونوا فيه المخالطه بزاف وقفوهم نهائيا. وللاسف للاسف الناس واخا هذاك ما كيفهموش، يعني انا ما كنهضرش على مغاربه، حتى هنايا عندنا لي زوروبيان حتى هما الراس ديالهم قاصح. نهار قبل خرجوا لي كافي ولي ديسكوتيك، هذه اخر مره غادي نخرجوا غنقصروا ونشربوا ونعملوا، يعني خرجوا ديك النهار، يعني يقدر مره، يعني ماشي حتى اخر مره غدا على الغيجي. اسبانيا حتى هما عندهم بزاف وصل لهم هاد فيروس بزاف، وصل لهم ان شاء الله ما يزيدش في التصاعد بحال اللي وقع في ايطاليا. حنا هنا بلجيكا الحمد لله ما عندنا شي بزاف، عندنا 1243، يعني ماشي بزاف، وعندنا غير 10 اللي ماتوا، يعني ماشي شي عدد كبير. بالحق شنو وقع في بلجيكا يعني بحال اللي خدات الحذر، مي شافت شنو وقع في ايطاليا وشنو وقع في اسبانيا وتا فرنسا، تا هما عندهم شويه زايدين علينا. الوغ شنو يعملوا؟ شدوا قبال وردوا بال قبال، ودابا حنايا نورمالمون لحد دابا
يعني نهار نهار لندي وقفوا مدرسة، الاثنين وقفوا مدرسة وكاف لي كافي والحاجات بحال هكذا، وغير مطعم الماكلة يبقى مفتوحين، الحاجة ادمينستراتيف بحال هكذا. مي دابا قالوا نهار الاربع يمكن غدا ولا بعد غدا غادي يوقفوا نهائيا، حتى واحد ما يبقى يخرج باش باش نيفيتيو هادشي. يعني هما بغاو يعملوا الوقايه قبل، يعني بحال يعني ولا كانت طاحت في ايطاليا في بلجيكا اول وحده كانت تقدر حتى حنا نكونوا طلعنا، غير هي باش فاتت من ايطاليا يعني كانوا عندهم الناس بزاف، اسبانيا وفرنسا، يعني بلجيكا بحال اللي خدات الحذر باش ما يوقعناش نفس الحاجه. يعني الحمد لله يا ربي، وان شاء الله الله يستر على كل شيء، ما نبغيو الشر حتى شي واحد. كنا البنات اللي عندهم لي زابوني بزاف، الفنانين بزاف، يعني اللي عندهم الناس متبعينهم بزاف، يخرجوا بتوعيه يهضروا مع الناس اللي متبعينهم بان هادشي راه فريمون خطر، ما خصناش نوصلوا حتى لدرجه ديال الايطالي راه 30506 اللي تصابوا الناس، و2503 اللي ماتوا. يعني بحال قلت لكم شفت لي فيديو فريمون ما عندك ما تشوفيهم، الناس ناعسين في لي كولوار، هذاك التنفس تقريبا ما كيجبروش من يعطيو حتى ما حنا شحال عندنا قاعد فروشه في المغرب، يعني غادي تصور جا فيروس بزاف، ما لي سوبيتو ما غادي ما يقدناش سا سي سيغ، يعني هذه حاله كونوا متاكدين منها. يعني حنا اكثر وحدين، علاش ما نكونوش بالعكس حنا مادام حنا فطلنا على بكري في المغرب، والحمد لله في المغرب يعني ردوا بال، خرجوا كيعقموا زنايق لي تاكسي وبقاو كيواعيو الناس في الخبار وكل شيء، يعني هاد الحاجه هادي مزيانه، علاش ما نكونوش حنا اول وحدين ما تاديناش بزاف، علاش حنا ما نردوش بال مادام حنايا باقي في الاول، ماشي تا يقوار علينا المار. يعني نحاولوا ما نخرجوش من الدار ديالنا، وما نسلموش على الناس، تا ولا خرجنا في وقت الحاجه مثلا مشينا خرجنا تاخرنا ولا شي حاجه بحال هكذا، فارماسي ولا شي حاجه بحال هكذا، يعني حاولوا ما تخرجوش من الدار. سيتو بي بنات اللي متبعيني ما تخرجوش من الدار، راه هادشي راه خطر علينا وخطر على الناس اللي كيبغيونا. قال لك بزاف، انا كنشوف بنات كيقول لك نو حنا ما كاينش كورونا، حنا ما كاين حتى شي حاجه من قدامنا، ما كنشوفوش شي واحد يعني من لونطوغاج ديالنا وقع له شي حاجه، حنا كنتسناو حتى يجي شي واحد من لونطوغاج ديالنا عاد نثيقو عاد نفطنو زعما بان هادشي بصح، راه هادشي يقدر يجينا يقدر يمختر الناس كاملين يخترقتينا. يعني ردوا بالكم بزاف من هادشي، ماشي دابا الناس كاينه بزاف بزاف المغرب جاهلين ما كيعرفوشي، كيقول لك نو هادي غير كذوب، شفت مره كتقول لهم هادي غير شنيوله، هادي شنيوله كتعطل الناس، يعني هادي هي الفكره ديال الناس اللي عندهم. شفت ولد باقي صغير كيقول له صافي غادي تعمل كما ما قالوا، ما انا مالي كلب، يعني الناس فريمون كاين الناس جاهلين وهما واعيين، يعني واخا ما قاريين شي ما والو كيعرفوا عارفين كيشوفوا الاخبار، انا عارف شنو غادي نعمل الحاجات اللي ما غنعملش، وكاين الناس اللي قاريين ومشاو مدرسه وديكشي هما الراس ديالهم قاصح، يعني الراس ديالهم اللي في بالهم انا ببالي لا ما مصلي ما قالوا ما نصليوش يبقى مشدوده، حنا غنمشيو نصليو قدام باب الجامع، بغات تجي الموت تجي، قالوا ما نخرجوش لا حنا غادي نخرجوا، ولا مكتبنا الموت غادي بنادم الله يستر كيفتش على الموت بيدو. بزاف ويحو فيهم وقع لهم هادشي، حنا في المغرب قبل هادشي ما يضرب المغرب حنا العرب ما وقعناش شي، وحو فيهم ساره. المهم هذاك موضوع اخر باسكو الا بدينا فيه ما غادي نساليو شي، وبزاف الناس ديال المغرب ناس اوروبا بقاو في البلده ديالكم، انا بعدا اصلا ولا يعني جو بريفير نكون مريضه هنايا ولا نكون مريضه في المغرب، حنا كاملين بينا عارفين الصحه ديالنا في المغرب كيفاش عامله، وللاسف عيانه بزاف. الحمد لله في المغرب ما كايناش بزاف، انا ما نعرف الاعلام ما كنثقش فيه، يعني حتى هنايا بحال كنقول العدد مرتفع ولا في يعني ما غير كيبغيو شي يكبروا الموضوع بزاف، يعني سي بيزار ما كيكبرش هاد يعني في المغرب كانوا 7 8 كيطلعوا بشويه، هنا كيطلعوا لنا ب 100 200 وكثر، يعني بزاف كيطلعوا المغرب ما كيطلعوش بزاف. المهم حنا الاحوال هنايا الحمد لله ما كنخرجوش من الدار، انا نهار اللي سوقت الخبار انا في الدار، يعني ولا خروج غادي نخرج دابا غدا ان شاء الله، عندي ما نخرج بان الثلاث لي سخره بزاف زمان خصني نخرج، يعني غادي نخرج نتاخر من لوانتيس بحال هادو ماسيجيتال كتعملهم وكتسيبهم، كمامة ديك كمامة للاسف ما عندي شي كاخدها، كانت عندي كاخدها عملتها ديفيكتون حتى هو باش ديفيكتي اليدين ديالك تغسلهم ملي تدخل، الصبا ديالك خليها على برا، الحوايج ديالك غسلهم، ولا تلاقيتي شي واحد ما تسلمش عليه، يعني حاجات بسيطه اللي تقدر توقي تبروتيجي بهم راسك وتبروتيجي بهم العائله ديالك والناس اللي كتعرف. ان شاء الله يا ربي الله يحفظنا كاملين، يحفظ جميع الناس، وهادشي ان شاء الله ما يزيدش ينتشر. الاحوال هنايا في الزنقه
يعني لحد الان الناس باقي كتخرج، الناس باقي يعني ماشي غير عندنا في المغرب. يعني كنطلع لقبيلتي، ما كنت في كوزينه كنغسل القشوع، كيبانوا لي الناس جايزين ماشيين. كنشوف الناس خارجين في الزنقه عادي، كيهضروا في الزنقه، يمكن يكونوا ما كيسلموش بحال زعما واقفين. يعني باقي الاحوال هي يعني ماشي ديك الزيار. دابا قالوا يمكن حنا حتى هنايا غادي يقول غادي يعملوا بحال الشكل ديال فرنسا وديال ايطاليا، ولا خرجتي باسكو ايطاليا عندهم وفي اسبانيا عاملين مولطا، اللي خرجتي الا خرجتي من 2000 من 500 اورو حتى 2000 اورو ديال مولطا، ولا عاودتيها ولا كنتي خارج بلا سبب وديكشي تقدر تمشي فيها حتى عام ديال الحبس. يعني فريمون هادشي شدوه عليهم بزاف. وشفت في المغرب شفت بزاف ديال البوليس كيقزو بالطوموبيل كيقول لهم التزموا، دخلوا الدار ديالكم، دخلوا الدار ديالكم. يعني حتى هاد يعني عندنا هادشي حتى في المغرب الحمد لله، غير بنادم خصو يسعف. ما كنهضرش على كلشي، الحمد لله كاينه بزاف واعي وكيهضر وكيفهم. كاينه بزاف بنادم اللي كيقصح راسو. لكم واحد الفيديو في الاخر ديال نوريكم الحومه في كان سكون تقريبا موضع في كان كنتسخر انا، يعني لا غوايي قريبه مني هنايا في بنات اللي ساكنين بلجيكا. فريمون كانت مفتوحه، صورت البارح كانت مفتوحه. مجازات يعني اكثريه مفتوحين، يعني ما كاينش ديك شي مجدود مي دابا قالوا يعني ابارتيغ دو دوما يعني غادي زيرو، ما تبقاش الدنيا بحال اللي كانت. هيا دابا عاد بينو في التلفزيون بان غدا ابارتيغ من 12 حتى واحد ما يخرج من الدار ديالو الا للضروره القصوى. صعيبه يعني حتى واحد ما يبغي يكون هكذا محبس. المهم الحمد لله حنا نديوها بطاقه بحاجه ايجابيه، الحمد لله كاينه انترنت، حنا مع وليداتنا في الدار مع العائله ديالنا، كاين التلفزيون ماشي الحبس الحمد لله. غير هادشي يعني كلشي في مصلحه ديالنا، يعني اللي عندها شي تخمل تخملو، اللي عندها شي اكتيفيتي تعملو مع ولادها، يعني سان اوكازيون باش نتجمعو في الدار. حنا نديوها بواحد الحاجه ايجابيه بحال اللي عملوا لي زيتاليان، خرجوا من لي بالكون كيغنيو. يعني ما نعملوهاش شي في بالنا بان فريمون حاجه خايبه، حنا محبسين كورونا غتوصلنا. بالعكس حتى المورال حتى هو كيلعب بزاف. كاين بنادم كيجي غير الوسواس كيبقى يحس انا فيا السعلات، انا كلشي كتحرقني، انا يعني حتى الخوف كيأثر بزاف على بنادم. بحال الناس اللي كيعملوا الاشاعات دابا مضاعف فيها ان الناس محبسين، ردوا بال غادي يقتلونا، يعني بزاف ديال الحاجات. كاين الناس فلوا على راسهم، انا فيا هما مشيت بصح. بحال اللي قلت لكم دابا هادشي هذا دابا بينو اليوم في الخبر ديال واحد كيروج الاشاعات على هذا المرض. راه يقدر ماشي يقدر، راه غيمشي للحبس. نعاود لكم واحد القصه صغيره هيدا جاتني ببالي دابا. واحد الراجل كان يعمل اوبيراسيون وكان خوفان بزاف، ودخلت واحد المراه وجبراتو بان خوفان. جات هي دخلت كتنيتواي لا شوم دوبيراسيون، قالت له شكون غيعمل لك العمليه؟ قال لها الطبيب فلان فلاني. قالت قالت له عندك الزهر دغيا شبرتي معاه رونديفو، غادي يعطيوك تعمل معاه لوبيراسيون. الناس كيتسناو عامين وثلاث سنين وزياده، ما كيجيهمش ديك الطبيب هذاك باش يعمل لوبيراسيون. شوف هذاك الراجل فرح عمل لوبيراسيون، فاتلو لوبيراسيون الحمد لله مزيانه نجحت. مور ديك الشيء ساق الخبر بان ديك المراه اللي كانت اللي قالت له هذا الخبر هذا ما كانتش المراه اللي كانت نيتوي، هذيك كانت غير اخصائيه نفسيه عرفته بانه هو خوفان ودخلت غير باش تعمل له مورال. يعني باش تسمع بان ديك الطبيب الناس كيتسناوه وبان ديك الطبيب العمليات كاملين كينجحوا على يدو، الوغ فرح باش فرح العمليه نجحت له. يعني بزاف هادشي كي يعني على المناعه ديالنا غادي ياثر، ولا بلينا كنخافوا وكان هادي غترجع المناعه ديالنا. نعملوها مزيانه، نعملوا ديزاكتيفيتي مع ولادنا، نفرحوا. واخا ما نقولكمش انا بدي ما خوفناش، انا بدي خوف انا بحق ما خصناش نخمو ديك الكوتي بان غادي يوصلنا كورونا ماشي ما عرفش ني وهادشي غادي ينتشر باختو. نو بالعكس حنا خصنا نعملوا حاجه ايجابيه باش نخافوا شويه على راسنا. كنتمنى تكونوا دائما بخير نتوما والناس اللي كتبغيوهم، وان شاء الله يا ربي هادشي ما يزيدش يكبر وصافي. كنعطيكم حبوسه كبيره وان شاء الله شي فيديو اخر اذا كتب يا ربي. بنات لي اول مره كيشوفوا فيديو، مرحبا بكم معايا في القناه ديالي اللي هي ديالكم نتوما، وان شاء الله اللي يبعد عليكم كل مكروه ان شاء الله. نعطيكم حبوسه كبيره وسلامه. بحال اللي كتشوفوا هذا الفيديو اللي كنت قلت لكم غادي ننزل لكم، فريمون هذا يعني هذه غير البارح صورت هذا الفيديو. الدنيا عامره يعني في الزنقه، يعني بعد ما جازات مجدودين بعد ما جازات محلولين. مي كنتمنى مور هذا الخطاب اللي عملوا اليوم بان مور 12 حتى واحد ما خصو يدور في الزنقه، كنتمنى الناس تلتزم بهاد الهضره هذه وما يخرجوش بزاف باش يحافظوا على راسهم ويحافظوا علينا حتى حنايا.
وكنتمنى اوسي الفيديو اللي مور هذا يكون شي فيديو كيضحك بحال الفيديو اللي سبق اللي سبقو، شي فيديو مزيوان ماشي هاد فيديو على هاد فيروس هذا اللي فريمون طلعنا في راسنا هاد الموضوع، عينا من هاد سيتياسيون ديجا. كنتمنى شي فيديو مور هذا يكون شي فيديو مزيوان ان شاء الله. انا بغيت غير ننزل على هاد الموضوع هذا باش يعني بيكون للتوعية وصافي وصافي، وان شاء الله يا ربي نتلاقى في شي ظروف تكون احسن. خليكم واعتنوا براسكم وان شاء الله نتلاقى في ساعة الخير.